العالمين، والإنسان في اكتشاف مستمر لبقايا مخلوقات ضخمة سبقت وجوده، أذهلته وأثارت فضوله، ولعجزه عن معرفة طبيعتها وإدراك كنهها، نسج حولها الروايات، وحاك حولها الأساطير، وجعلها مادة دسمة لتفكيره ومعتقداته الخرافية. مع بداية القرن التاسع عشر وبظهور علم الباليونتولوجيا ونظريات التطور، بدأت تتحدد المعالم وتتضح الصور. تسميتها بالديناصورات، كائنات عمرت الأرض لمدة فاقت 160 مليون سنة، وانقرض طول ظهور الإنسان بأكثر من 60 مليون سنة. إلى عهد قريب كان الاعتقاد السائد أن سبب السبق في اكتشاف أقدم ديناصور على أرضها 140 مليون سنة، إلا أنه في سنة 1978 طرح هذا الرأي هيكل عظمي شبه كامل لديناصور يعود إلى حوالي 165 مليون سنة، أطلق عليه اسم أطلازوروس نسبة إلى جبال الأطلس المغربية محل اكتشافه. 20 سنة بعد ذلك يكتشف بتازودا إحدى قرى مدينة ورزازات المغربية أقدم ديناصور عاشب على الإطلاق لحد الآن، يعود تاريخه إلى حوالي 180 مليون سنة مضت. اكتشاف يؤكد أن أرض المغرب تحمل بين أحشائها رصيدا استحاثيا هائلا يجعل منها مرتعا مهما للجيولوجيين.